اهلا وسهلا بيكم معانا في حلقه جديده من بالهنا والشفا. هعمل معاكم النهارده وصفه فراخ بالبرتقال ووصفات تانية بالشوفان عشان نحلي بيها. من اكتر الحاجات اللي بتمشي مع بعض هي البرتقال والصويا صوص، الاثنين هندخلهم مع بعض في وصفه الفراخ بتاعت النهارده ويطلع طعمهم ظريف جدا جدا. قبل كده عملنا مع بعض وصفه فراخ بالبرتقال بس كانت في الفرن وكانت بالعظم، النهارده بقى عاملين بشكل مختلف شويه، هنعملها على الطاسه، هتاخد وقت اقل بكتير جدا، وهنعملها بفراخ فيليه زي اللي قدامكم دي عشان تبقى اسهل في الاكل. مكونات الوصفه بتاعتنا عباره عن معانا فراخ مكعبات اللي هي صدور وتقدروا تستخدموا عادي جدا الاوراك، معانا كمان نص معلقه بيكنج باودر، ملح وفلفل، معانا عصير برتقال، صويا صوص، نشا، جنزبيل باودر، توم باودر. هنخلط الفراخ مع كل المكونات اللي انا قلتها دي وهنشوحها. الصوص بقى بتاعي يبقى ده التتبيله، الصوص بقى بتاعي عباره عن ايه؟ معايا عصير برتقال، خل، صويا صوص، ثوم مفروم، جنزبيل مفروم افضل انه يكون فريش، معانا كمان نشا، عسل او تبدلوه بسكر ستيفيا لو عايزين، معايا شطه مجففه المتكسره او المفرومه دي، زيت زيتون، ومعايا سمسم وحبه بركه وبصل اخضر للتقديم. طب هنبتدي اول حاجه نعمل التتبيله، هنتبل الفراخ بتاعتنا. انا بحب اعمل ايه؟ اخد التتبيله اخلطها مع بعض الاول حلو، وبعدين انزل عليها بالفراخ. لا خد استنوا، بصوا هنا ده البيكنج سودا انا نزلته على الفراخ على طول. طيب النشا بقى يا جماعه مهم جدا ان انتوا اي نشا تستعملوه، النشا بيتقلب على البارد وبعدين نعرضه للحراره. تنسوش ايه؟ زي ما انا بنسى دايما الملح والفلفل. طيب كده التتبيله بتاعتي ايه؟ جاهزه. هنزل بقى، بصوا كده انا يعني ايه قلبتها اسهل بكتير. هنزل بالفراخ. تقول لكم الوصفة دي حلوة جدا، بتقعد في التلاجة يومين طعمها زي الفل، يعني اعملها النهاردة وبعدين مثلا ايه يفضل منها شوية، بكرة اطبخ حاجة تانية وبعد بكرة ارجع اقدمها تاني، بيطلع طعمها ظريف قوي عشان ما تبقوش عدتوا الاكل يومين ورا بعض. طيب ادي الفراخ جاهزة في التتبيلة. هعمل ايه؟ مفروض لو احنا معانا وقت في البيت هنتبل دي ونسيبها نص ساعة ساعة في التلاجة، ودايما بأكد عليكم لما تسيبوا حاجة بتتبل هتسيبوها في التلاجة. ليه؟ علشان في معلومة في سلامة الغذاء بتقول انه انا لو سبتها كده هتبتدي تكون بكتيريا، فهتبتدي تبقى ايه؟ مش صحي ان انا اكلها، بالعكس ممكن تبقى مضرة. فمهم ان انا وانا ايه بتبل ابقى عارفه ان انا مش هسيبها وقت كتير بره. طيب هبتدي بقى اخد ايه واحده واحده كده وانزل. طب ليه واحده واحده؟ انا مش عايزه اخد كل الصوص اللي هي فيه عشان انا عايزه اشوحها، مش عايزه ايه ابقى بسلقها. معلومه مهمه جدا برضو تعرفوها وانتوا بتشوحوا اي نوع بروتين، مهم ان انتوا تسيبوا مسافات بين القطع اللي بتشوحوها. ليه؟ علشان ما تقللش درجة حرارة الطاسة قوي، فيبقى فيه تتشوح مش تتسلق، ما تنزلش العصارة بتاعتها. حلو حلو. طيب خلوا بالكم كمان الصويا صوص من الحاجات المالحة جدا، من الصوصات المالحة، فوانتوا بتحطوا الملح والفلفل ركزوا. انا عشان انا اساسا بحط ملح قليل في الاكل فببقى كده كده ملحي قليل، لكن لو انتوا من الناس اللي بتظبط الملح او بتحط ملح يعني كفايه هتحتاجوا ان انتوا تقللوا الملح اللي بتحطوه في الوصفه. انا هسيب بقى ايه دول يتشوحوا كده واروح اعمل معاكم الصوص اللي هنزوده على الفراخ.
شايفين الحاجات اللي انا غرفت بيها الفراخ وهي نيه، هعمل فيها ايه؟ ينفع اخد التونج ده تاني اقلب بيه؟ لا خلاص، لان الفراخ دلوقتي ابتدت تدخل في مرحله سوى، فانا مش عايزه اخد من انواع البكتيريا اللي موجوده في الفراخ وهي نيه ادخلها على الفراخ المستويه تاني، يبقى كاني ما سويتش الفراخ، فخلاص اللي انا استخدمته والفراخ نيه ده هيتشال. ابتدي ايه هنا بقى؟ اقلب بحاجه تانيه جديده، ما ينفعش استخدم اللي استخدمته والفراخ نيه. حلو، هسيب دي تستوي لغايه ما ايه اعمل الصوص بتاعي. الصوص بتاعي احنا قلنا مكوناته، هحطه وهقلبه كله مع بعضه بحيث يبقى جاهز ان انا اعمل ايه. اول ما الاقي الفراخ بتاعتي دي استوت انزل بيه الصوص على الفراخ. تعالوا كده ايه نحط عصير البرتقال، صويا صوص، العسل، وزي ما قلنا استنوا قبل العسل خلونا ندوب النشا. النشا هنا ليه بقى؟ هو اللي هيدي قوام للصوص بتاع الفراخ. خدتوا بالكم انا ما حطيتش هنا صويا كتير علشان خلاص حطينا في التتبيله وحطينا ملح. طيب انا عارفه ان الجنزبيل الفريش مش حاجه دارجه في بيوتنا، الجنزبيل بنجيب قطعه من السوبر ماركت او من عند الفكهاني او من عند بتاع الخضار وبنحطها في كيس ونقفله كويس في الفريزر، وكل ما بنحتاج حته بنطلعها نقطعها ونستعملها خلاص، لان هو ايه، هو على فكره بيتباع بالوحده يعني بيوزنوا بالوحده. بعدين دلوقتي هنزل بالعسل، زي ما قلنا مش عايزين عسل تقدروا تستغنوا عنه بالسكر الستيفيا. عارفين اللون الغامق ده شايفينه؟ اللون ده لون ايه؟ لون الصويا صوص. طيب دلوقتي بقى هاخد ده انزل بيه على الفراخ. معلومة مكتوبة في الكتب بتقول ايه؟ بتقول النشا علشان طعمه ما يبقاش ظاهر في الاكل لازم يستوي لمدة 3 دقايق على الاقل على النار. تاني، اي صوص هتعملوه فيه نشا على البارد علشان وانتوا بتاكلوه ما تحسوش بطعم النشا لازم يستوي 3 دقايق. فانا ايه هسيبها على نار هاديه وهزود شويه ميه. بصوا عشان في عسل فدايما هاتوا الجنب بتاع الطاسة علشان لو العسل مسك فيه هيكرمل، وانا مش عايزاه يكرمل في الوصفة دي. نار هادية 3 دقايق، في الثلاث دقايق دول هيبقى ايه؟ الصوص هيمسك نفسه وال هيبقى عدى الثلاث دقايق بتوع سواء النشا. بجد احسبوهم ثلاث دقايق، مش محتاجين تسيبوا اكتر بس ما ينفعش تسيبوا اقل. طب هقدم الوصفة بتاعتي دي مع ايه؟ هقدمها مع رز ابيض. طب الكمية قد ايه يا جماعة؟ الاطباق دي انا عارفة ان معمول عليها فيديوز كتير، وعادة طريقة تقديمها الحلوة بتبقى انه طبق كبير كده ويحطوا نصه رز ابيض ونصه ايا كان نوع البروتين او الفراخ اللي بالبرتقال، الفراخ اللي بالعسل، اللي بالجنزبيل، كل الاصناف دي. حقيقه ما ينفعش النشويات تبقى نص وجبتنا،
ويعني جايز دي طريقة التقديم المعروفة للوجبات، ولكن احنا نبقى عارفين النشويات تقريبا ربع كمية الوجبة بتاعتنا مش اكتر، والنشويات كل ما تبقى معقدة كل ما يبقى احسن. فانا بالنسبة لي انا عارفة ان الوصفة دي متعارف عليها ان احنا بناخدها مع رز ابيض، ولكن لو انتم ما عندكوش رز ابيض او مش عايزين تقفوا على البوتاجاز تاني وهتاكلوها مع ربع رغيف عيش بلدي يبقى احسن واصح بكتير جدا. خلاص تعالوا بقى ايه، انا هنطلع فاصل، هكون انا غرفت الفراخ دي اول ما الصوص يتقل، خلاص فاضل دقيقه بالظبط على النشا ويبقى استوى، ونرجع لكم بعد الفاصل هعمل معاكم بقى الحلو اللي هنحلي بيه بعد الوصفه دي. استنونا. اهلا وسهلا بيكم معانا بعد الفاصل. تعالوا بصوا بقى قدمنا الفراخ اللي بالبرتقال شكلها حلو ازاي. شايفين الصوص؟ عايزه اوريكم بمعلقه كده الصوص بيمسك في الثلاث دقايق اللي قلت لكم عليهم دول. شايفين قوامه حلو ازاي؟ بصوا خلاص مسك، بصوا. وهنقدمها ازاي؟ بما ان هي وصفه اسيويه شويه فاحنا هنقدمها بشويه سمسم وشويه حبه بركه، وكل دي على فكره اضافات اختياريه، بس بصوا انا حبيت اوريكم شكل الطبق قبل الاضافات وبعد الاضافات، هتحسوا بفرق في التقديم، شكله حلو قوي. وهي حاجات بسيطه يعني. ممكن ناخد شويه كمان ايه سمسم وحبه بركه على الرز بتاعنا، وشويه بصل اخضر. اللي ما عندوش في الوصفه بتاعه الفراخ دي جنزبيل فريش يقدر يستغنى عنه بجنزبيل باودر. الفريش هيطلع طعمه احلى الحقيقه، بس الباودر هيأدي الغرض. تعالوا بقى دلوقتي نعمل مع بعض ايه وصفه. عارفين هي وصفه مستوحاه من البورج او من العصيده، اللي هي فكره ايه، ان احنا نبل الشوفان في سائل، والسائل ده هنزود له نكهات، وانا هزود له شويه فاكهه، وهنحوله الى كيكه بسيطه بتتعمل في الفرن في 25 دقيقه. مكوناتنا ايه؟ معانا شوفان، وعايزه الشوفان المتكسر ده علشان ده هو ده اللي هيشرب السائل اللي انا هحطه فيه بسرعه. معايا كمان لبن وعسل، قرفه وجوز الطيب وفانيلا، ومعايا تفاح متقطع. انا هنا مختاره يبقى معايا اخضر واحمر، انتوا تقدروا تختاروا اي لون تفاح موجود عندكم. طب ما بتحبوش التفاح؟ تعالوا اوريكم الطعم التاني اللي انا هعمله تقريبا بنفس المكونات، هعمله بالاناناس. معايا شوفان ولبن وعسل وفانيلا، دول ثابتين. هبتدي بقى هنا اغير نوع الايه، الفاكهه، الاناناس. هنا انا اكتفيت بالفانيلا، ما زودتش القرفه وجوز الطيب علشان خاطر ايه، هما معروفين بيمشوا اكتر مع التفاح. هعمل ايه؟ هاخد الشوفان لا خلونا قبل ما ناخد الشوفان احنا هندوب اللبن في العسل، وهنا على فكرة تقدروا تستغنوا عن العسل بأي محلى سكر طبيعي، أنا بفضل ستيفيا. كل حد إيه بيحب طعم سكر كده معين، في الناس اللي بتستخدم بدائل سكر يستعملوا. دلوقتي ايه بقى، هنزل بالشوفان بتاعي بالتدريج. طبعا انا من قبل ما ايه اشتغل في الوصفة انا مشغلة الفرن بتاعي. كمية الفاكهة انتوا تقدروا تتحكموا فيها، خلوا بالكوا انا بعمل معاكوا دلوقتي كمية فاكهة كتيرة، يعني انا حاطة تفاح كتير، مش لازم يبقى موجود الكمية دي كلها، هي ممكن تفاحة تعمل نفس الوظيفة. خلاص انا هوريكم القوام اللي هوصله اهو، شايفين كده. هبتدي ايه، ابقى مجهزة قالب بتاعي، وانا افضل هنا نستخدم قالب التشيز كيك. ليه؟
لان هي بتبقى فكرتها شبه الكيك بس مش ماسكه نفسها قوي زي الكيك، فعشان ما تتكسرش مني بستخدم قالب التشيز كيك اللي هو ايه شايفين، بعرف افكه من الجنب واشيل القاعده بتاعته، فيبقى سهل ان انا اطلع الكيكه بان انا بزقها من تحت. هي ايه عارفين كيكه مستوحاه من وصفه البوريدج كده. الظريف جدا فيها ان هي ما فيهاش مكونات كتير، تقدروا تغيروا في الطعم براحتكم، وبتاخد 25 دقيقه في الفرن. فانتوا عارفين لو عايزين تعملوا دي فطار للولاد الصبح مثلا، انتوا هتعملوا ايه؟ هتصحوا الصبح قبل ما تصحوا الولاد هتحطوها في الفرن، وهي انتوا شفتوا ما بتاخدش 3 دقايق في التجهيز لو انتم مجهزين المكونات من بالليل في التلاجة. فايه هتاخد ال 20 دقيقه ال 25 دقيقه على درجه حراره 180، اول ما تطلع يكونوا هم خلصوا لبس وبتاع الولاد جاهزه تفطر. طيب عندنا خيارين، لو انتوا حطيتوا كميه تفاح كفايه زي اللي انا حطاها دي فهي زهره فمش محتاجه ازود تاني على الوش. طب ما حطيتوش كفايه خلوا شويه حطوهم على الوش. خلاص دلوقتي ايه دي هتدخل على فرن سخن 180 لمده 20 ل 25 دقيقه. عايزة اعمل معاكم الوصفة التانية برضو عشان تبقوا شفتوا شكلها بيطلع عامل ازاي. الفكرة هي السائل بتاعي لبن، عايزين تزودوا نسبة البروتين في الوصفة دي هتعملوا ايه؟ هتحطوا مع اللبن ممكن شوية زبادي، لو عندنا حساسية البان هعمل ايه؟ هتحطوا لبن جوز هند، هتحطوا لبن لوز، لبن شوفان. طول ما انا شغاله معاكم بعمل وصفات بيبقى فارق معايا قوي ان انا اقول لكم البدائل، لانه مفيش حد بيقف على مكون مش موجود، ومفيش حد مثلا عنده حساسيه من حاجه بيقف وما بيعرفش يعمل وصفه، كل حاجه ليها بدائل. بس مثلا لو احنا عندنا حساسيه من الشوفان فمش هينفع نعمل الوصفه دي، لكن لو احنا عندنا حساسيه من الجلوتين هنتاكد ان احنا نجيب نوع شوفان مكتوب عليه انه خالي من الجلوتين عشان ما يبقاش ايه دخل فيه خط انتاج بيتعمل فيه حاجه بالجلوتين. فلو انا عندي حساسيه شوفان، عندي حساسيه جلوتين، هتاكد ان الشوفان اللي انا جايباه مكتوب عليه انه خالي من الجلوتين واستخدمه. طيب ده كده الوصفه الثانيه جاهزه. بصوا البساطه والسهوله، تعالوا بقى ايه اوريكم بعد نص ساعة لما بتطلع من الفرن بيبقى شكلها عامل ازاي. انا مجهزة هنا اتنين معاكم، بصوا السمك انتوا تتحكموا فيه براحتكم، عايزة اقطعها معاكم. على فكرة دي فكرة بقى أنا لسه دلوقتي مركزة إن أنا بعملها فما بتخلصش الحقيقة كلها في يوم واحد، لأن أنا بعمل نفس الكمية اللي أنا عاملاها معاكم دي. فمثلا الولاد بيفطروا منها في يوم، وديهم أي حاجة في اللانش بوكس، اليوم اللي بعدها آخد دي أحطها في اللانش بوكس، فيبقى إيه هم حسوا بتغيير. خد بقى ده، بصوا هي ماسكة نفسها فتقدروا عادي تحطوها في اللانش بوكس مش هتتكسر. تعالوا ايه ناخد شوية كمان من اللي بالأناناس. وغيروا بقى، يعني عايزين تزودوا فيها مثلا في مره زبده فول سوداني ليه لا، عايزين تحطوا فيها مكسرات ليه لا، جربوا تعملوا اي طعم انتوا او الولاد بتحبوه.
بصوا بقى شكلهم حلو ازاي. على فكره حلوين جدا. عارفين لما الولاد بتقعد تذاكر ولو في اطفال بيجي لهم اصحابهم مثلا يقعدوا يذاكروا معاهم، طلعت لهم طبق زي ده قدامهم، اكلوا شويه فاكهه متقطعه مع شويه بارز كده من الكيكه دي، سموها بقى هي كيكه مستوحاه من وصفه البارج، فانتوا سموها زي ما تسموها، المهم ان انا متاكده انها تعجبهم جدا. ظريفه، طريقه تقديمها تخليها تنفع كذا حاجه، يعني زي ما قلت لكم حطوها في اللانش بوكس افطروا بيها، حلوا بيها بعد وصفه الفراخ اللي عملناها مع بعض كده. الكيكه المستوحاه من البارج بقت جاهزه. عملنا معاكم ايه النهارده؟ عملنا معاكم فراخ بالبرتقال مستوحاه من وصفه اسيويه، وقدمناها مع رز، واتفقنا انه لو ما عندناش رز عادي جدا واحسن الحقيقه لو اكلناها مع ربع رغيف عيش، وطبعا ما تنسوش ان لازم يبقى جنبها طبق سلطه، واذا ما فيش خيارايه وطماطمايه ناكلهم كده حتى من غير ما نقطعهم ما فيش مشكله، هو الهدف واحد ان انا باكلت خضار. وعملنا مع بعض الكيكه الجايه من وصفة البارج، فكرتها انها ظريفة سهلة صحية، تقدروا تغيروا في طعمها حسب اللي موجود عندكم. يا رب تكون حلقة النهاردة عجبتكم، واستنونا في حلقة جديدة من بالهنا والشفا.